مساء الخير. أنا مواطن عراقي حالي حالكم وحال أي واحد يحب يشوف مجتمعه وبلده بأجمل ما يكون ويتخلص من كل الأمور اللي ينتقدها الناس يومية. بس شلون نحقق هالشيء؟ هو هذا السؤال. أنا من أبناء مدينة الموصل، ولدت وكبرت بيها وتعودنا أن نشوف طول عمرنا سفرات طلبة الكليات والعوائل العراقية تجي من كل المحافظات للموصل، مثل الغابات والسد وغيرها من الأماكن السياحية اللي بالإضافة إلى أجواء الموصل صارت مدينة تسمى بأم ربيعين. أجت ظروف صعبة على المدينة خلت مو بس السواح ما عاد يجون لها الأماكن، وإنما نوعاً ما أهلها أيضاً غادروها، وحسينا أم ربيعين في خريف مستمر، وصار وضع المدينة ومظهرها من المواضيع اللي ينتقدها الناس ويرفضها. مجرد الانتقاد والرفض وكل هاي الأمور اللي مل منها المواطن ما عاد يجيب نتيجة. فقررنا إحنا شريحة الشباب بالمجتمع الموصلي، قررنا أن نبدأ بالتغيير الحقيقي. فبدأ الموضوع ينطرح بين كثير من الشباب، وأكيد كان أكو منهم من كان له تعليقات ساخرة أو استهزأ بالفكرة واستهان بيها، بس بالعكس هذا الشيء خلي يصير عندنا إصرار أن نتحرك حتى نحس نفسنا على الأقل سوينا اللي علينا وما اكتفينا بالحكي، ونحسس الناس بأن اللي يريد يتغير محيطه لازم يتغير هو بالأول. أحد الأصدقاء رجع من الخارج، زار أهله، التقينا وسولفنا، ولما إجى الموضوع على المدينة كان له تعليق كلش مؤلم لما اتفاجأ بعد غياب متجاوز الخمس سنوات أنه المدينة اللي شافها كانت بالنسبة إلى شبه غريبة ومو نفس هذيك اللي عاش بيها، وأنه الموصل ما يصير منها شارة. هذا التعليق كلش أثر بينا، وحسينا أنه لازم ما يعبر هالتعليق إلا يكون لنا دور بأن نقدم إنجاز يكون مساوي بالقوة ومعاكس بالاتجاه. فبدينا بأول خطوة وحسينا أنه وقتها المعنى القوي للمثل اللي يقول طريق الألف ميل يبدأ بخطوة. كنا متأكدين أن طريق الوصول للغاية جدا صعب، بس صدقا روح الانتماء للعراق كانت أقوى من كلمة مستحيل. الفيسبوك كان هو ميدان انطلاقة الحملة. أسسنا جروب على الموقع بعنوان خلينا ننظف الموصل بصورة جدية، وكانت هاي أول مرة تستخدم بها مواقع التواصل الاجتماعي لأغراض خدمية. الموقع حقق نجاح كلش كبير، انضم لأكثر من 1000 عضو خلال أقل من أسبوع. اجتمعنا 90 شاب تقريباً، حددنا أول حملة تكون تنظيف شارع منطقة المجموعة الثقافية لمكانته وأهميته، واللي من خلاله نقدر نكسب تعاون نسبة كبيرة من هاي المدينة. فعلاً تحقق هالشي بيوم 30 تموز 2011 بمشاركة جاوزت 180 شاب وبنية من المتطوعين، وبمساندة جهات حكومية مثل البلدية، الدفاع المدني، وحتى القوات الأمنية اللي كانت متواجدة بالمنطقة واللي عرضوا علينا أن يغلقون الشارع لضمان سلامة المتطوعين. نحن رفضنا هالشي رفض قاطع، لأن ما نريد نأثر على حياة الناس اليومية، بالعكس نريدهم يحسون أنه نحن جزء منها ويسوون نفس الشيء اللي نسويه. فعلا هالشيء خلى كثير من الشباب اللي ما يعرف شنو الحمله او ما سامع بيها ركن سيارته هو مار بالطريق، شاف الشباب ركن سيارته وساعدهم. وكان شعار كل الشباب اللي انضموا لنا من مختلف الخلفيات الثقافيه والاجتماعيه والاقتصاديه، كان شعارهم للناس اذا ما ساعدتنا بالتنظيف فعلى الاقل ساعدنا ان لا توسخ. واحد من اكثر المواقف اللي اثر بينا واللي ما راح ننساه ابد، انه خلال تنظيف احد الشوارع واحد من عمال البلديه سال واحد من الشباب بلهجته المصلاوية طبعاً، قال ما تقول ليش نزلكم تنظفون الشوارع؟ يا معود أنت ما لها شغلات والله. فالشاب جاوب قال نزلنا ننظف شارع لسبب بسيط جداً، حالي من حالك، منين ولد الموصل؟ العامل فرح كلش بهالتعليق، وهاي كانت أول مرة حسب ما ذكره هو ما يحس بيها من بالخجل من شغلته كعامل نظافة. طبعاً خلال سنة واحدة بس كانت نتيجة أعمالنا شمل عدة مناطق بالتنظيف والتشجير، وشملنا تقريباً 2000 طالب و10 مناطق سكنية بالتوعية، وغيرنا أشكال جدران 5 أنفاق بائسة الشكل، واحدهم شاركونا شباب بجعل لوحة فنية هي قيد الإنجاز. البلدية والجهات الحكومية استمرت وسوت مشاريع أكبر بالحملة وبدونها، وكانت
كما أشارت في إحدى التصريحات بلدية الموصل أنه جهود الشباب المتطوع كانت جهود شباب الفيسبوك مثل ما يسمونه كان لها دور في تحفيز نشاطات البلدية وتوسيع أعمالها وهالشيء يأثر على شوارع الموصل بصورة إيجابية وبين المواطن حسب الفرق. طبعاً موقف آخر ذكرته كلش هم أثر بينا. أحد الأصدقاء اللي كانوا أبد ما مقتنعين بالفكرة بيوم من الأيام اتصل بي وقال لي أبشرك أنتوا صدق سويتوا شيء. فأنت تحكي شيء معود تقول غيرها صدق شلون؟ قال لي يوم صعدت التاكسي وأبو التاكسي السائق كان يريد خلص جيجاته وكان يريد يذبها يعني رأساً رجع وذبها بسلة مهملات صغيرة مخليها يمه. فلما شافني منتبه عليه قال لي هم بالمصلاوي طبعاً كل ما أريد أزد شيء من الشباك أو أذب شيء من الشباك أتذكر شباب اللي طلعوا ينظفوا الشوارع هم ما مجبورين والله أستحي من نفسي. يعني بعدها البلدية حبت تتأرخ لنشاطنا أهدتنا مكان أمام جامعة الموصل نسوي بيه نافورة على أن تكون نافورة من تصميم أحد الشباب ولأن غايتنا هي ثقافية توعوية بحتة كان الكتاب هو الشكل الرئيسي بالنافورة ولإيماننا بأن الكتاب هو اللي غير الثقافة والمجتمعات. بعد كل هذا حسينا أن الحلم وتحقيق الحلم صار قريب وحسينا بأنه الموضوع اللي كانوا كل الناس يظنون أنه صعب صار حقيقة ملموسة وصار عندنا ثقة كلش كبيرة وقناعة مهمة بأن لا تنتقد وضع أو شخص وتلومه. إذا ردت تبدأ بالتغيير ابدأ أنت بالتغيير وثق راح تشوف كثير من الناس مئات الناس وعشرات الجهات راح تساندك وتساعدك بالتغيير اللي أنت بديت به وراح تكمل هالتغيير. شكراً.